السلام عليكم. حنا في هذا السوق هذا وكيعرفنا بان والدينا من الثلاثينات هما تيمارسوا هذه التجاره ديال الماكولات وفي هذا التراث هذا اللي حنا تنطالبوا بانه يبقى نحافظوا عليه ومتبعينه مع جدودنا من الثلاثينات الستينات حتى لدابا 2023. واللي لاحظنا ان في 2023 ولا الترميم تيعم كل جميع النواحي تاع المدينه وقربوا لينا حنايا. هادشي علاش تنلاحظوا باننا حنا قالوا لنا غادي يحيدونا من هنايا وغادي يعوضونا في نفعي المكان، ولكن يعوضونا بسبب الوضعيه اللي كاينين حنا فيها. حنا تنطلبوا بهذه الوضعيه خصوصا وحنا عشره الورثه وفي كل واحد عنده عائلته عشره النفوس، فتنطلبوا باش يعوضونا في المكان بنفس الوضعيه اللي كاين الجبيبان ديالنا والاسر ديالنا عشره. تنصيروا عليهم تقريبا حنا من هاد الجبيبه اللي خدامين فيهم بجوج تجارات الملابس والمأكولات الخفيفه. وهذا التعويض هذا اللي هو تقريبا قريب لينا تيعلمونا به من بعد سميتو هذا الشيء. وراه حنا بغينا نحافظوا على التراث يبقى ديال الطنجيه والملابس اللي مرتاو انهم غادي يعوضونا فيه. وراه الوضعيه ديالنا هي اللي تنطالبوا كاع من هذا الشيء باش نبقاو في نص الوضعيه ديالنا. عندنا جوج بيبان ديالنا. جيت ولا هذا المحل في 1962 تحرق السمارين، وقبل ما يتحرق السمارين جيت واحد 20 عام وهو كاين هنايا، هو كاين هنايا، هو كاين. عاد تولى جدي توفى، تولى الوالد، عاد تولينا حنايا وتنطلبوا دابا تنطلبوا باش ينصفونا ويعطيونا نفس الهيئه اللي عندنا، نفس الهيئه اللي عندنا. وهادشي راه قالوه، راه ماشي هادشي قالوه، وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى اللي حاشمنا. عندنا دابا جوج بيبان وتنطلبوا يعطيونا نفس النمط اللي عندنا، نفس النمط اللي عندنا. يا باش تنطلبوا حنا شحال من هضرة السيد الإدريسي ولا السيد أزناق ولا السيد الباشا، كلهم تنهضروا معاهم في المجلس وتيقولوا لنا راه ما غادي يكون غير الخير إن شاء الله الرحمن الرحيم، راه اللي في شي بلاصة غادي نعطيوها عليه. وتنتمناو داكشي اللي تنتمناو خير. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.